وفيما يتعلق بالتطورات حول موضوع صفقة التبادل ودعوة إلى تهدئة في قطاع غزة، ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي. أستاذ باسم، مرحبا بك على شاشة الغد. والبيت الأبيض يقول بأنه يعيد تقييم استراتيجيته فيما يتعلق بصفقة إطلاق سراح المحتجزين وتهدئة في قطاع غزة. ماذا يعني إعادة استراتيجية البيت الأبيض فيما يتعلق بهذه الصفقة؟ هل يشعر أو هل تشعر الإدارة الأمريكية بالإحباط لأنها لم تستطع التوصل إلى هذه الصفقة؟ تحياتي لك والمشاهدين. يعني الإدارة الأمريكية وفريق عمل بايدن لا يشعر فقط بالإحباط، ولكنه يشعر باليأس والتشاؤم من نتيجة المراوغات التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وبالتالي الآن نحن أمام واقع مغاير لما كان خلال الأشهر الماضية. يبدو أنه إبداء التفاؤل هو سياسة أمريكية راسخة، لكن هذا التفاؤل الذي كان يبديه بايدن في الفترة الماضية لا يعكس حقيقة موقفه. لقد أعتقد أنه بايدن أساء إدارة ملف الحرب، ولم يعد بعد أن قرر التنحي قادر على وقف هذه الحرب، ولا حتى ممارسة أي ضغوط على نتنياهو. وإنه مرور الوقت بدون تحقيق حل جذري جعل من حديث إدارة بايدن وقف إطلاق النار هو مجرد نوع من تبريد الأزمة، وإنه واشنطن أصبحت تدير هذه المفاوضات وهي تعلم بأنها لن تفضي الاتفاق، لكنها توفر الغطاء لاستمرار الحرب. هذا ما يمكن أن يتداول هنا على ما يبقى. طيب أستاذ باسم، يعني حسب موقع أكسيوس الإخباري، وهو طبعا وثيق الصلة بالأجهزة الاستخباراتية، يقول بأنه الرئيس بايدن يريد بنفسه، يعني يريد مواصلة الضغط، لكن هناك اختلاف داخل فريقه بين من يشاطره هذه الرغبة وهذا الرأي، وبين من يعتبر بأنه الأمر يكاد يكون محسوم وأن لا جديد يمكن أن يقدم. ما قراءتك لذلك؟ أنا أعتقد أنه بايدن طرح في بداية الأزمة بعد أشهر قليلة من الأزمة أو الحرب في قطاع غزة مقترح رفضه نتنياهو أكثر من مرة، وأنه الآن بما أنه إدارة بايدن تقترب من نهاية عهدها، هي بدت على تقريبا قرابة شهر ونصف من نهاية العهد، وبالتالي مساعدي الرئيس يتداولون من الآن ما إذا كان هناك جدوى من تقديم اقتراح جديد في الوقت الذي تتخذ فيه إسرائيل مواقف أكثر رفضا. نتنياهو قال اليوم أنه سيواصل الحرب حتى القضاء على حماس واستعادة الرهائن أو ما تبقى منهم. يعني أنه كما قلنا بايدن على وشك العودة إلى المنزل، وكاميلا هاريس تخوض معركة انتخابية قاسية، ويبدو أن نتنياهو نجح في فرض هذا الواقع الجديد على الإدارة الأمريكية، وأنه يواصل المراوغة إلى حين موعد انتخابات نوفمبر، هذا يعني الذي سيتم فيه اختيار رئيس جديد على أمل أن يكون هناك ترامب هو الفائز. حقيقة هذا النهج الذي اتبعه نتنياهو نجح في تركيع الإدارة الأمريكية وجعلها مترددة في تارة طرح مبادرة وتارة طرح يعني بعض النقاط فيها، وقالت إنها تمكنت من طرح أو من إنجاز 90% من هذه البنود، وعادت لتقول أنه ليس بإمكانها أن تفعل شيء لأنه هناك من يقول لها لا. يعني نتنياهو يقول أنه يريد مواصلة الحرب ويفرض عليهم هذه الرؤية. ولكن يعني رغم كل هذه التسريبات التي نتحدث عنها أستاذ باسم،
دعنا نتذكر تصريحات سابقة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين قال فيها بأنه الولايات المتحدة قد تقدم اقتراحا جديدا ومحدثا فيما يتعلق بصفقة التبادل خلال الأيام المقبلة. هل ما نتحدث عنه ما نناقشه يعني بأن هناك ربما اختلافا داخل الإدارة بين مسألة تقديم مقترح جديد محدث أو عدم تقديم هذا المقترح؟ هل الأمريكيون يقومون بذلك لجس نبض الأطراف المعنية بالأزمة؟ يعني دعني أقول أن هناك محاولة للإدارة الأمريكية لمعرفة أين تذهب الأمور، كيف ترى الأمور، سواء أن حماس أو المقاومة الفلسطينية، وأن إسرائيل هي تعرف تماما موقف إسرائيل الرافض لهذه الحلول، وبالتالي هو يعني نتنياهو يريد البقاء في محور فيلادلفيا ويريد مواصلة الحرب ويريد القضاء على حماس، وهو أعتقد أنه لديه العقلية التي تجعله لا يتراجع عن مثل هذه الآراء. الآن الإدارة الأمريكية يعني عمليا قدمت أكثر من صيغة للمبادرات لوقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، وقف إطلاق نار مؤقت عمليا كما قالت مبادرة ترامب في مايو أيار الماضي، وأنه افترضنا إذا نتنياهو لا يريد الانتظار حتى موعد الانتخابات الرئاسية إنه يحاول تطبيق استراتيجية مختلفة، إنه الأمن في قطاع غزة مقابل السلام مع تلك المنطقة، ولذلك هو يريد الانتقال بالحرب من قطاع غزة إلى شمال أو إلى جنوب لبنان، وهذا ما يمكن أن يعمل عليه، لأنه دائما يردد قضية إيران والخطر الذي يعني تقوم به إيران والحلفاء منها في حزب الله وكذلك في الحوثيين وأيضا الذين يعملون في العراق. واشنطن حتى هذه اللحظة أنا أعتقد أنه نجحت في تحجيم الحرب في قطاع غزة، وسمحت لنتنياهو والحزب الله كذلك بتنفيذ ضربات لحلفاء المقاومة في لبنان وإيران واليمن. نتنياهو يعمل الآن على مسارين، الأول هو مواصلة المراوغة، والثاني أنه هو يريد انتظار الانتخابات الأمريكية، ربما يكون هناك شخص آخر غير الشخص الذي كان الآن في الإدارة الحالية، الإدارة الديمقراطية أستاذ باسم ومرشحتها كامالا هاريس، هل من مصلحتها أن تأتي الانتخابات دون التوصل إلى وقف الإطلاق النار في قطاع غزة؟ يعني هل تدخل الانتخابات، يدخل الديمقراطيون الانتخابات وعلى أكتافهم فشل عدم التوصل إلى صفقة، هل هذا يساعد هاريس؟ أنا يعني دعني أقول إنه هذا ليس في وارد الحزب الديمقراطي، هو غير معني بالموضوع مطلقا، وكاميلا هاريس يعني مشغولة من رأسها حتى أخمص قدميها في معركة انتخابية قاسية. ولكن هذا الفشل ترامب. هذا الفشل سيحسب أيضا على كاميلا هاريس. هذا ربما هي صرحت بعض التصريحات أنه تنسجم مع الموقف الذي كان يطرحه دائما بايدن، وبالتالي هي ربما تتحمل في ذلك، ولكن هناك أمامها مهمة أكثر أهمية من الساحة من الساحة الخارجية. لديها في الساحة الداخلية معركة انتخابية حامية، وبالتالي هي ستتفرغ لإدارة هذه المعركة وتجنيد الكثير من الأصوات، لأنه الآن الاستطلاعات الرأي توازي بين دونالد ترامب وبين هاريس، وهذا ما يشكل خطورة على مستقبلها، وبالتالي هي تكرس كل نشاطاتها للذهاب أو للنجاح في هذه الانتخابات أيا كان الأمر، وبالتالي أعتقد أنه هذه ربما تؤثر عليها طبعا مسألة قطاع غزة، ولكن هي أثرت على الناخبين وخاصة قطاع الشبان الذين
قرروا عدم التصويت لا لهاريس ولا لترامب. وبالتالي المسألة تتعلق هنا بموضوع مختلف تماما عما يفكر به الشارع الأمريكي. الأستاذ باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.